نوفمبر 2011 بيقول A 55 كيلو جرام وومن and 85 كيلو جرام مان. عنصرية طبعا، حاطين الوومن دايما وزنها صغير او كتلتها صغيرة، والراجل دايما متخين يعني وفشل. مع عندنا 100 كيلو بس مش محصل ال 85 يعني. بيقول stand 7 متر apart، يعني اختنا الوومن دي وده الراجل بقى كل واحد بحجمه بينهم 7 أمتار. طيب وهي 55 كيلو جرام. هي طبعا الناس مقامات، الرجالة مقامهم أكتر، في 85 كيلو جرام. بيقول how far from the woman، يعني نعتبر الصفر هنا، is their center of mass، يعني ايه نقيس من هنا، كأن محور الاكس كده ومحور الواي كده، فعايزين السنتر اوف ماس فين. طبعا هو يروح ناحية الراجل اكتر لان وزنه اكتر، فيطلع اكتر من نص بشوية، اللي هو اكتر من 3.5. طب الاكس بار بتساوي قانونها ايه؟ سيجما الماس في الاكس على سيجما الماس. طيب الوومن 55 في صفر، والمان 85 وعلى بعد 7، ف55 زائد 85، فيطلع قلنا مثلا 4، 4.5، 5 حاجة كده. 85 في 7 تقسيم 55 زائد 85، فيطلع الجواب 4.25 متر، فعلا أكتر من النص شوية. في السؤال الثاني في ديسمبر 2011 بيقول find the tension in the horizontal cord هنا below if theta مدهلنا والماس مدهلنا. الفري بادي دايجرام بتاعنا ازاي؟ اهو كده، وفي عندنا وزن لتحت 1500 نيوتن، لان 150 في 10، والتنشن ده اللي هو طالبه نسميه مثلا تي 1، وهنا حاجة مايلة كده تي 2. الزاوية بالتبادل تيجي هنا 35 درجة. عندنا معادلتين دايما لما يكون جسم متزن، نقول سيجما الاف اكس تساوي صفر، ومجموع الفورس في اتجاه الواي تساوي صفر. احنا عارفين مين؟ عارفين ده. فلو بدأت بسيجما الاف واي اقدر اجيب التي 2، لان سيجما الاف اكس هيدخل معاه تي 1 وتي 2 مجهول، لكن سيجما الاف واي تساوي صفر هيطلع لفوق التي 2 ساين 35 الاكس كوساين، يبقى الواي ساين وموجب لفوق، وسالب 1500 نيوتن يساوي صفر. اذا التي 2 هتطلع 1500 على ساين 35، طلع الجواب 2.615. طيب جبنا التي 2، يبقى اقول سيجما الاف اكس تساوي صفر. التي 1 اللي مطلوب ناقص تي 1 موجب، التي 2 اللي اتعرف في كوساين لان عارف الزاوية 35 يساوي صفر. اذا التي 1 بتساوي كذا نيوتن المطلوب، يبقى نفس الرقم في كوساين 35، فطلع 2142، 2142 نيوتن، ويبقى كده السؤال خلص. مرة تاني سيجما الاف اكس، سيجما الاف واي الاول تساوي صفر لان عندنا ده معلوم، وبس التي 2 مجهوله في اتجاه الواي، يبقى على طول 1500 على ساين 35 جبنا التي 2، نضربها على طول في كوساين 35 عشان نحللها افقي، تطلع التي 1 اللي هي 2142. يبقى احنا عندنا سيجما الاف اكس سيجما الاف واي يساوي صفر، نقدر نستخدمهم امتى بالذات؟ لما تكون كل القوى ملتقيه في نقطه، يعني مفيش جسم ليه بعد
وباخد تورك يساوي صفر. دايما لما يكون في جسم وبعد في الغالب السيجما التورك هي اللي بتحل، لكن لما يكون كل الفورسز ملتقية في نقطة يبقى سيجما التورك مش هتنفع عنها في حاجة، لأن كل الفورس بتمر بالنقطة الأو وبالتالي مفيش مسافات، يبقى سيجما الاف اكس سيجما الاف واي هي اللي تحل المسافة. الثالث في ديسمبر 2011 بيقول what is the total force on the bottom of 22 by 9.5 swimming pool of uniform depth 1.75. يعني احنا عندنا السويمنج بول اهو، اتنين وعشرين متر طول وعرض 9.5 متر، المية مرتفعة فيه 1.75، يعني الارتفاع ده 1.75 متر. طيب يبقى دلوقتي حمام السباحه مليان على الاخر ميه، مع لو كان في سمك يبقى افضل، والميه بتضغط على البوتو ده البوتو. طيب ولسه في فوق كمان ضغط الاتموسفير. طيب يبقى اجمالي الضغط قد ايه؟ خلينا نحسب البريشر كله. ليه؟ لان الفورس اللي هو طالبها توتال فورس عبارة عن البريشر ضرب الاريا، الاريا اللي تحت دي. بس هنحسب البريشر، البريشر عبارة عن ايه؟ لو احنا بنتكلم على الابسولوت بريشر هيكون البي اتموسفير زائد الرو في الجي في الاتش. طب البي اتموسفير مدولنا هو كان في الكفر بيج 1.01 في 10^5 باسكال، ممكن يكون مره 1.03 1.0 على حسب ما هو كاتب في الكفر بيج. هنا 1000 الرو بتاع الوتر برضه كاتبه في الاول، والجي ب 9.8 او 10، والاتش ب 1.75. كده اقدر اجيب البريشر اللي بيضغط على البوتوم 1.01 10^5 زائد 10,000 في 1.75، طلع رقم كبير كده. لا كده كبير قوي، يبقى دي زائد مش ضرب. الرقم طلع 11.8.5 في 10^3 باسكال، كنت عامل دي ضرب. طيب احسبها رقم هيوج قوي يعني. طب ده البريشر، يبقى البريشر على القاع الرقم ده. طب والفورس عندنا ايه بتساوي ايه؟ خلينا نقول الفورس بتساوي البريشر في الاريا، ده باسكال يعني نيوتن على المتر تربيع، وده متر تربيع فيبقى نيوتن. طيب البريشر هو ده. طب والاريا، الاريا بتاعت البوتوم مثلنا على البوتوم اللي هي 22 ضرب 9.5، يبقى لو ضربت الرقم ده في 22 ضرب 9.5 طلع رقم كده 24.77 في 10^6، يعني 24 ممكن نقول 0.8 في 10^6 نيوتن، وده الجواب. يبقى مرة تاني الفورس اللي وقع على البوتوم لحمام السباحة هو البريشر في الاريا، الاريا مدالنا 22 في 9.5، خلصنا من دي. بس البريشر ايه؟ رو جي اتش ده الجيج بريشر زائد الاتموسفيريك بريشر، نجمعهم على بعض يديني بريشر، اضربه في الاريا يديني الفورس اللي وقع على البطن. طبعا لازم في الديزاين بتاع السويمنج بول يتحمل الفورس دي، دول بقى مهندسين مدني يعني عارفين الكلام ده اكتر. السؤال الرابع في ديسمبر 2011 بيقول ابول اوف ماس ام 4 كيلو جرام از دروبد، يعني السرعه الابتدائيه بصفر، فروم ا هايت 1.2 متر اباف ذا اند اوف ا فيرتيكال سبرينج، يعني الحته دي 1.2 متر 1.2. بيقول لي فايند ذا سبرينج كونستانت، طالب الكي اوف ذا سبرينج اف ذا ماكسيمم كومبريشن انضغط قد ايه؟ انضغط مسافه 0.35. طيب
احنا ناخد الوضع ده واحد والوضع ده اتنين، كأن الاتش هنا بصفر، وبس نكتب المعادلة بتاعت الـ energy conservation of energy بين الكائنات، بين الوضع واحد والوضع اتنين. طبعا ما عندناش اي work من واحد لاتنين نتيجة force او نتيجة friction، تعالوا نطبق كده نشوف عارفين ايه ومش عارفين ايه. دروب يبقى ما كانش فيه سرعة، هيوقف يبقى ما كانش فيه، مش هيبقى فيه سرعة، يبقى دروب ده ما فيش سرعة وهيوقف لان ماكسيمم كومبريشن يعني غاية ما يوقف خالص، هو طالب مني الكي. طب يبقى بدأ من سرعة صفر وهينتهي بسرعة صفر. طيب لما انتهى تحت خالص يبقى البوتنشال انرجي صفر. لا، البوتنشال انرجي بس الانضغاط، يعني مفيش ارتفاع ام جي اتش، لكن في نص كي اللي هي مجهوله، والاكس بتاعتنا اللي هي 0.35 تربيع. طب لما كان فوق كان عنده ام جي اتش، ام جي والاتش بقى كلها على بعضها اللي هي 0.35 زائد 1.2. ما عندناش في المساله مجهول الا الكي، 40 في 1.55 نقول في 2 من هنا جاي لنا على 0.35 سكوير، طلع الجواب 1012 نيوتن لكل متر. يبقى مره تاني شابتر 6 هي المعادله المشهوره دي، لو ما عندناش فورس وما عندناش اي فريكشن يبقى ده بصفر. ابتدى سرعة بصفر او انتهى بصفر يبقى الاتنين دول صفار. البوتنشال انرجي يا اما ام جي اتش او نص كي اكس سكوير، تحت خالص اعتبرنا الاتش بصفر فمفيش الا نص كي اكس سكوير اللي قال عليه، سماها واي لان في اتجاه الواي، لكن احنا في القانون نسميها نص كي اكس سكوير. طيب بالنسبة للارتفاع هنا ما كانش السبرنج مضغوط، لكن كان في ام جي اتش، ام جي والاتش دي كلها، مفيش الا مجهول الكي جبنا. السؤال الخامس في ديسمبر 2011، مديني اويل الرو بتاعته 950 كيلو جرام على المتر المكعب، والكو اوفيشنت اوف فيسكوستي 0.2 باسكال دوت سكند، فلوز داون 2.5 كيلو متر، ده ال ال بايب ويز ادامتر، يبقى لازم نقسمه على 2 عشان نجيب نص القطر، ات ا ريت اوف مديني الكيو، وات ذا بريشر ديفرنس بتوين ذا اندز اوف ذا بايب. بص لي زي كويشن بتقول ان الكيو بتساوي باي ار اس 4 في دلتا بي المطلوبه على 8 الزيتا في ال ال. الكيو مدهلنا 475 بس بالسنتيمتر المكعب، لازم احولها المتر المكعب اضربها في 10 اس سالب 6، لان سنتيمتر 10 اس سالب 2 بس 3 مرات. الار 14 سنتي، لا نخليها 0.14 اس 4، والدلتا بي مجهوله، والال 2.5 كيلو متر يعني 2500 متر، والديتا ما فيهاش تحويل 0.2 باسكال دوت سكند. بس المفروض كده اجيب الدلتا بي، نقول 475 اي سالب 6 في 0.2 في 8 في 2500 تقسيم الشويه دول باي، وكمان 0.14 اس 4 وقول يساوي، طلعت الدلتا بي 1574 باسكال. واغلب بصيرز ايكويشن بيكون تعويض مباشر، بس كل الموضوع التحويل. الدايمتر لا تنسون تخلوها نص قطر اقسم على 2، لو كانت دايمتر لو كانت نص قطر خلاص بس خليها بالمتر. والكيو دايما بيداني بسنتيمتر مكعب اضربها في 10 اس سالب 6، لو اداني الطول بالملي اضربه في 10 اس سالب 3، ولو ادهوني بالكيلو اضربه في 10 اس 3. لو كان طلب الكيو اداني الدلتا بي برضو بيديني فيها عفريت، يعني مثلا ادهاني بالملي متر اتش جي فاضربها في 133 طبعا، لكن في النهايه هي معادله تعويض مباشر عشان اجيب المجهول. بس
السادس في ديسمبر 2011 بيقول ذا مان بيلو اوف ماس 82 كيلو جرام مش زي 100 هاز بوشد هيم سيلف اوف ذا جراوند وذ هيز ارمز بيزق نفسه لفوق بيلعب رياضة يعني فايند ذا نورمال فورس اون ايتش هاند عايز الفورس اللي هنا في الحتة دي كده طبعا هنا اتنين فورس هاند اما هنا اتنين فورس الفوت او الفيت طيب فكل فوت عليها فورس فاتنين وهنا نفس الشيء اتنين وهنا طبعا في نورمال فورس اهو اسف الويت اللي هو 820 نيوتن والمسافات بين 40 و 95 عايز النورمال فورس على كل ايد if he is currently stationary ثابت طيب طالما عايز ده يبقى اخد التورك حول النقطه دي عشان نسمي مثلا دي الفوت عشان تضيع يضيع المجهول ده اللي احنا مش عايزينه فهقول كده سيجما التورك عند الفوت بتساوي صفر ايه اللي هيظهر لنا يظهر لنا الهاند بالسالب 2 فورس الهاند ضرب المسافه كلها 95 زائد 40 وبعدين دبل بلس 820 في مسافتها 95 يساوي صفر طيب طبعا في مسافات كده حلوه في الغالب بنستخدم معادله التورك اذا الاف هاند الواحده بتساوي 820 في 95 تقسيم 270 اللي هي دي على بعضها فطلع الجواب 288 ونص 289 نيوتن مش هنختلف على النص ده يبقى هو سيجما التورك انا عايز ده فاخد سيجما التورك هنا يضيع الاف فوت اجيب على طول الاف هاند مفيش غير القوتين دول واحده بالسالب اللي هي الهاند والموجب اللي عكس عقارب الساعه اللي هي الوزن. السؤال السابع في ديسمبر 2011 بيقول امان اكزيرتس هوريزونتال فورس اون 90 كيلو جرام بوكس يبقى في عندنا ويتشز اون ا فلور في عندنا فلور وفي بوكس طيب والشخص ده عمال يزق بفورس والكوفيشنت اوف كايناتيك فريكشن 0.45 يبقى احنا عندنا هنا ميو في الان طيب بيقول لي فاند ورك دان باي ذا مان وين هي موفز ذا بوكس 9.7 متر without acceleration يعني constant speed يعني الفورس تساوي الفورس بتاعت المان تساوي نفس الاف ار الاف ار بتاعت الفريكشن طالما مفيش acceleration يعني constant speed او constant speed معناها مفيش acceleration معناها الفورس اللي رايح يمين قد الفورس اللي بتعاكس يسار طيب الاف مان بتساوي الميو في الان طب الان بتساوي ايه؟ ام جي لتحت رد فعلها ان طب فالان تساوي ام جي يبقى الاف ار او نقول الاف مان يساوي الاف ار يساوي الميو في الان ميو في الام جي ان الان بتساوي ام جي طيب يبقى ال 0.45 الميو والماس 90 والجي 10 تطلع الفورس 900 في 0.45 يعني 405 نيوتن ده الفورس طيب هو احنا عايزين ايه عايزين الورك بتاع المال الورك في انهي مسافه 9.7 فالورك عباره عن الاف في المسافه طيب الفورس اهي والمسافه هو طالب المسافة تكون 9.8 فيطلع كذا جول هضرب في 9.7 فطلع الجواب 3.9 2.9 يبقى ده الورك المطلوب ان الشخص ده يزق الصندوق للمسافة اللي هي 9.7 نحسب اول حاجة القوة اللي هي بتساوي الميو في الام جي حسبناها نضربها في المسافة اداني الشغل اللي بذله المان طبعا الشغل اللي بيبذله الفريكشن نفسه بس عكس الورك مان لان الاتنين بيعادلوا بعض
بدليل ان السرعه ما بتزيدش، لو كان في فرق كانت السرعه زادت او قلت. واحد او واحده في هندسه او في يعني كليه طب مساعد ولا حاجه يعني ضربه، اسف يعني تعب، بترفع تلعب حديد. A student lifts her، طبعا ساب المذاكره بتاعته قاعد، يعني her 42 كيلوغرام body a distance of 0.2. هو رفع نفسه يعني وقف على العقله ورفع نفسه. هو وزنه 42 كيلوغرام خس من كتر المذاكره او من كتر الهم بتاعت المذاكره. رفع نفسه ربع متر وفي 2 seconds. بيطالب باور كده. What is the average power delivered by the student's muscles؟ العضلات بتاعته، ما عندوش عضلات ولا حاجة. طيب فاحنا نقول ايه؟ نحسب الورك ونقسمه على الزمن. طب ازاي احسب الورك؟ احنا عندنا قانون بيقول الكينيتيك انرجي واحد زائد البوتنشال انرجي واحد زائد الورك اللي مطلوب عشان اقسمه على الزمن بيساوي الكينيتيك انرجي 2 زائد البوتنشال انرجي 2. تعالوا نعوض. مفيش أي سيرة للسرعة، يبقى السرعة دي تساوي السرعة دي، رفع نفسه بسرعة مثلا كونستانت ولا شيء. طيب البوتنشال انرجي هو كان صفر، وبعدين رفع نفسه مسافة ربع متر. ام جي اتش، الام اهي وادي الجي وادي الاتش ربع، يبقى اقدر احسب الورك يطلع 420 في ربع ف105. شوية الورك اللي بدلهم الستودنت دول اللي كانوا حيلته هيذاكر بيهم كده مش قادر يذاكر خلاص، 105 جول. هو عملهم دول في ثانيتين، اذا الباور اللي هو بيساوي الورك على الزمن. احنا عندنا هنا ثانيتين وهنا 105، فلو قسمت 105 على 2 فطلع الجواب 52.5. ده الافريج بتاعنا بتاع الباور، يبقى اي وات او جول بير سكند. يبقى كده خلصنا السؤال، طبقنا المعادله. احنا عايزين الورك، ما عندناش لا كايناتيك او سرعه كونستانت، فيعني شبه كونستانت او نعتبرها بصفر. راحوا، ما كانش فيه بوتنشال، صار عنده بوتنشال ربع متر. جبنا شوية الورك قسمناهم على الزمن فادانا الباور.